بتمنى انه الحملات اللي انعملت عشاني تكمل عشان الاسرى الباقين، لانه في لسه السجون مليانه بالاسرى. بتمنى هاي الحملات تكمل، واكيد انا بهاي الحملات راح اكون معكم، راح اكون معكم داعمه للاسرى. ببعت من هون من قريه النبي صالح تحيه لاهالي الخان الاحمر، تحيه لصمودهم، وببعت كمان تحيه لاهالي غزه اللي لساتهم مستمرين بمسيره العوده. القدس كانت وما زالت وراح تضل عاصمه فلسطين الابديه. 8 أشهر من الظلام أطلق سراح الطفلة الفلسطينية الأسيرة عهد التميمي التي اعتقلتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب صفع وركل جندي إسرائيلي في الضفة الغربية، واستقبلت عهد بحفاوة كبيرة بعد خروجها من المعتقل، حيث احتشد آلاف الفلسطينيين لاستقبالها بعد أن باتت رمزا جديدا للنضال الفلسطيني. وتعود أحداث قضية عهد إلى 15 من شهر ديسمبر الماضي، بعد أن اشتبكت مع جنود الاحتلال خارج منزلها في قرية النبي صالح لتواجه الفتاة العديد من التهم، الأمر الذي أثار موجة تنديدات من دول عديدة ومنظمات حقوقية. عهد التي توجهت مباشرة عقب خروجها إلى ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لوضع إكليل من الزهور على قبره، أكدت أن المقاومة للاحتلال مستمرة وأن تتوقف رغم الجرائم الإسرائيلية. أكيد مبسوطة إنه يعني طلعت من السجن، بس فرحتي ناقصة بإنه الأسرات والأسرى لسه بداخل السجون، وفرحتنا بتكمل تيتحرروا كلهم. واخترت ضريح الشهيد ياسر عرفات عشان إنه إحنا لازم نكون كلنا مكملين على المشوار اللي بدأ فيه. وينظر الفلسطينيون إلى عهد على أنها أيقونة الاحتجاج بعد أن صفعت جنديا من الاحتلال الذي تسبب في إصابة ابن عمها. وبعد المواجهة الأخيرة أصبحت الملصقات التي تحمل صور الفتاة منتشرة في الضفة الغربية، وقع عليها أكثر من 1,700,000 شخص بأنحاء العالم على عريضة تدعو إلى الإفراج عنها.